ما هو حكم إطالة الشعر للرجال؟ إن تطويل الشعر أي شعر الرأس قد كان ظاهرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله كان يطيل شعره إلى منكبيه. وعن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة، والجمة معناه ما تدلى إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ إلى الأذنين. وتطويل الشعر من حيث الأصل لا بأس به، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا في الحج أو العمرة، وكانت إطالة الشعر عادة محمودة في ذلك الزمان، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام على عادة قومه ما لم تخالف القرآن والسنة. ولكن إطالة الشعر اليوم فيه مخالفة لعادة الناس، وهو ما يسميه العلماء العرف، وعرف الناس عرف الناس محترم في الشريعة، ولا ينبغي مخالفته ما لم يكن مخالفا للدين. وإطالة الشعر اليوم من بعض الشباب مصاحبة لهيئة خارجة عن تقاليد بلاد الإسلام وعرفه، وقد يحتج بأن إطالة شعره مماثلة لما كان يفعله رسول الله، ولكن الهيئة تدل على أن القصد من هذا كله هو التشبه بالنساء أو لأجل شهرة ورياء، لذا يصبح مخالفا للشريعة الإسلامية، وعدم تطويله حينها أفضل.